عبيد مساك الله بالخير. مساء النور، مرحبا وسهلا، حي الله المجاهيل. كاك الله. الشوط اليوم قوي. الشوط قوي وحضرت والحلقة قوي. ايه وفي تاريخ الصياد ما قد غدا شوط التلات قوي مثل مرة هذه، مثل هذا الموسم، هذا شوط ناري قوي كله. شهدنا الحلال قوي، تفاعل كبير من الجمهور ومن الملاك. الحلال قوي ومنافسه قوي، هو نسأل الله التوفيق لنا ولجميع المشاركين. وش ناويين عليه المجاهيم؟ وش تحبون توصلوا له السنة هذه؟ السنة هذه مولع الشوط المجاهيم كله. والله كلنا إن شاء الله يطمح عليه فوز للعلوم الطيب. ما حضر في ذي ميدان فايز. العام الماضي شاركتم؟ نعم، ما حضر في ذي ميدان فايز. شاركنا العام. كم خذيتوا؟ حصلنا على المركز السادس. حصلنا طبعا عمرك على المركز الرابع في دعير وبناته. ايه. وعام الاول طبعا عمرك حصلنا على المركز الرابع. ما شاء الله. حصلنا على المركز الرابع في الدق. ما شاء الله. الله. السنة هذه وش محضرين وش جايين وش داعمين؟ حضرنا في العشرين. ايه. وعززناها بدق جديد ونسأل الله التوفيق لنا وللجميع. ما حضرتوا في حلو انتاجه؟ مالك لواء. ما حضرت الا في الثلاث السنة هذه. ما حضرنا، ما خدمنا القانون، ما خدمنا. ايه. عندنا عبل طبعا عمرك طلعت من ذعير. ايه. بالسن وهي قوية. طيب السنة هذه كم دعمتوا الفحلون؟ ايش اسمه التلات؟ اللي فيها يمكن حول ست. ست. ست وعمرك كلها غير طيب. العام الماضي. نعم. ست وحشو طلعنا منها ودخلنا ست لو سبع. كيف رشحت نفسك يا ابن رمضان بين المنافسين؟ والله ان شاء الله انها في الارقام المتقدمة. الترقيم عند اللجنة أو عند أكيد، لكن لكم أنتم نظرة. الحلال أنا أقول لك الحلال قوي ومنافس ونسأل الله التوفيق لنا والجميع المشاركين. ابننا قوي وهو بالمشاركين قوي. لكم بنفسي. في الأشواط الجاية وابننا طول عمرك لها إنجازات غير الصياد، لها إنجازات برا. ايه؟ برا. في الإمارات في الضغر إنجازها فوق 40 سيارة. ما شاء الله. منها طول عمرك أشواط الجمود حاصل على رنك، حاصل على سكس، حاصل طول عمرك على أرقام متقدمة في الجمود، حاصل على كذا مرة على رقم واحد. ايه؟ وفيها طبعا عمرك كلب الناقه ماخذ 8 سيارات، وفيها الناقه هي اي ثاني على في الظفره، وفيها الناقه هي اي ثالث في الظفره، وفيها الناقه طبعا عمرك هي رابع، وفيها الناقه اخرى هي رابع، وفيها الناقه هي اي ثاني. خليني بعد لك الفرديات اللي فيها، وفيها ناقه ماخذ سيارتين ما شاء الله، والبل التاليه فيها اللي ماخذ السادس واللي ماخذ خامس واللي ماخذ رابع ما شاء الله تبارك الله. اللي موجود هو حشانها بدقي. انجازات كبيره الحقيقه. البلها انجازات في عالم المزاينات الحمد لله من 22 عام وهي مستمره ليومك اليوم. لكن عالم الصياد 22 سنه وهي تزاين وهي مراكزها متقدمه وتحصل على رقم واحد ودائما في الارقام المتقدمه. صالح شاركته في الامارات وشاركته في عالم الصياد يعني تقريبا نعم. 20 سنه اليوم وحضرته في مهرجان الملك عبد العزيز ونسخته الخامسه، وانتم موجودين العام وقبله. موجودين من اول نسخه. من اول نسخه السنه هذه ودائما حرص على التواجد على مشاركه فيها. الله يطول عمرك. كبير الشوط في جائزتي ملك. الشوط طبعا انا مشاركه بحد ذاته ووصول لمكان ذي هنا موصل الروح. الله يطول عمرك، فالكم التوفيق ان شاء الله. ومان وياك سلالة دعير طبعا عمرك مزعل على مزعل ولد مسربلان من ابن الفصاح. والبنت اللي شاركت على مزعل وعلى عيال مزعل كلها ما شاء الله بالتوفيق. انتاجنا اب وابو وام كلها موجود. بالتوفيق يا صالح وياك. جزاك الله خير، يعطيك العافيه، نشكركم شكرا جزيلا. إذا السعيد طبعا عود لك في الاستوديو.